اهلا بحضراتكم وفقرتنا الاخيره النهارده في برنامج الحصاد واللي هنخصصها للحديث عن النحل. طبعا النحل ورد ذكره في القران الكريم على انه شفاء ودواء، وفعلا هو هكذا، يعني اعتقد ان هو بيحصلنا جميعا ضد عدد كبير جدا من الامراض، بالاضافه لانه بيعمل على رفع انتاجيتنا من المحاصيل من الفاكهه ومن الخضر. بفعل النحل بيلقح هذه النباتات وبيطلع منه اطيب ما يمكن من الماكولات. كمان هو بيوفر فرص عمل كثيره جدا للشباب لانه بسيط جدا في الاعداد ليه، تكاليفه مش كبيره، وبالتالي ممكن عدد كبير يلتحق به ويكون عنده مشروعه الخاص لتربيه النحل. لكن الامر ليس سهلا وليس كما يبدو عليه، لان في كتير جدا من المشكلات بتعترض النحالين، عايزين نتكلم عنها بالتفصيل لعلنا نصل الى حلول لهذه المشكلات ولدفع نشاط تربيه النحل في مصر. عن هذا الموضوع بدور حلقه الليله او هذه الفقره مع الاستاذ فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب. اهلا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا. استاذ فتحي، بدايه كده احنا يعني ممكن نقدر ثروتنا من النحل بقد ايه؟ نقول عندنا ثروه نحليه شكلها ايه؟ بدايه تربيه النحل في مصر قطاع عريض جدا وكبير جدا. احنا بنربي نحل من يعني تقريبا موجود من 5000 سنه، يعني بعنا في المجال طويل جدا. قدماء المصريين كانوا بيربوا النحل مثلا في صعيد مصر، وكانوا بيتحركوا بالمراكب الصيد بتاعتهم حاملين الخلايا فوق المراكب ويتجولوا بين المراحل، وكانوا بيحسوا بانتاج العسل لما المركب يبدا وزنه يتقل، يعرفوا ان النحل بدا يملا الخلايا بتاعته عسل ويبداوا يجنوه. في المراحل الحديثه اصبح تربيه نحل العسل لها مشكلات كبيره ولها عوائق كبيره. اول حاجه فيها لندره المراعي النحليه. ندره المراعي النحليه في مصر او الغاء الدوره الزراعيه في مصر اثرت سلبا على مشروع تربيه نحل العسل. واهم المشكلات في تربيه نحل العسل طبعا عندنا تحسين السلالات. يعني في تراجع في نشاط تربيه النحل في مصر؟ في تراجع في الفتره الاخيره في تربيه النحل في مصر. بسبب عدم توفر المراعي او ندره المراعي او عدم توفر المراعي. السلالات غير الجيده، لان احنا عندنا قرارات وزاريه بتمنع استيراد الملكات من الخارج. فبالتالي ده اثر سلبا على صناعه تربيه نحل العسل في مصر. ليه السلالات اثرت بالسلب على قطاع تربيه نحل العسل؟ اول شيء ان المربين او النحالين بيربوا او بينتخبوا ملكات نحل العسل من المنحل نفسه اللي هي الامبريدنج، تمام؟ في حين ان الانتخاب الكتير او التربيه الكتيره من نفس المنحل بتنحدر فيها الصفه الوراثيه، فبالتالي بتضيع فيها الصفات القويه، فلا بد من تغيير الدم. يعني احنا بنتكلم اكننا لما الناس تتزوج من اسره واحده دائما، اللي هو زواج ما بما يسمى بزواج الاقارب. صحيح. فهو برضو لو النحل اقارب دايما من نفس الخليه بتندثر الصفه، يعني بتمرض، يعني زي ما بيخلفوا جيل جديد ضعيف. وده حله الوحيد. النحالين في مصر بتقاوم الموضوع ده بحاجتين او بثلاثه. اول شيء ان هو بينتخب افضل خليه عنده في المنحل ويربي منها الملكات بتاعته، اللي هو بيشوف ان هي بتنتج عسل كويس، بتبقى نشاطها جيد جدا في الربيع، بتديله انتاج او كم كويس من العسل، بيبدا النحال يربي منها. دي احد البدائل، او بالتلقيح الصناعي، وده طبعا مش متوفر لدى كل النحالين في مصر، متوفر في قسم بحوث النحل وفي اماكن معينه، ومش بالطريقه المثلى عندنا في مصر، او مش بانتاج الكميات الكبيره. أو النحالين ما بينهم وما بين بعض كل منحل بيجيب من منحل آخر، اللي هي تداخل السلالات. المفروض بقى على الدولة عندنا، المفروض إن احنا بنسمح باستيراد السلالات الجيدة لإدخال دم جديد على السلالة المصرية بما يتأقلم مع المناخ المصري. طب إيه اللي بيمنعنا من استيراد السلالات؟ يعني ليه الدولة عاملة القرار ده؟ أكيد في حكمة منه. الدولة عملت القرار فعلا بقاله فترة طويلة جدا، لأن كان في أمراض ظهرت حديثا في نحل العسل، منها تعفن الحضر الأوروبي والأمريكي والطباشيري، فخوفا على إن المرض يدخل مصر منعوا استيراد الملكات. لكن دلوقتي احنا في حاجه لاستيراد الملكات فعلا، لتجديد دم الملكات او لتجديد الثروه النحليه في مصر، وادخال صفات وراثيه جديده للنحل نفسه. ده بيدينا بعد كده طفره في الانتاج الزراعي نفسه، طفره في انتاج النحل، طفره في تلقيح المحاصيل الحقليه او البستانيه، وينعش صناعه النحل في مصر.
طب بس ممكن يكون النحل بتاع كل دوله واخد على الظروف البيئيه والجويه بتاعه الدوله اللي هو موجود فيها. صحيح. لما يغير في الاجواء هل ده ممكن يؤثر برضو على طبيعته على نشاطه او يؤثر على المحاصيل عندنا؟ احنا بيربى في مصر ثلاث سلالات، اللي هي الايطالي اللي هو ادخل قديما، الايطالي والكارنيولي والقوقازي، بالاضافه الى السلاله المصريه النقيه اللي هي يعني نقول دلوقتي موجوده او مش موجوده، يعني ده يرجع لقسم بحوث النحل. قسم بحوث النحل كان بيجيب لنا زمان الملكات الايطالي وبيختبرها عنده فتره كويسه جدا، بعد كده بيوزعها على المربين. هنا دور البحث العلمي، لما نجيب ملكات ذات صفات جيده بينتخب البحث العلمي بينتخب منها افضل السلالات تزاوجا مع النحل المصري لتتاقلم مع البيئه المصريه. وبالتالي حضرتك بتقول انه ممكن بدل من ان احنا نعمل القرار ده اللي هو منع استيراد السلالات، ممكن نعمله بضوابط او بشروط ان احنا نختار يعني مجموعه من الملكات نجري عليها تحاليل داخل وزاره الزراعه. هو احنا مش مطلوب مننا كنحالين ان احنا نعمل الكلام ده، لكن مطلوب للنحالين في مصر علشان الدفع بهذه المهنه ان الدوله تتدخل في 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 تصنيف السلالات. بمعنى ان احنا دلوقتي لو قسم بحوث النحل او الوزاره ادخلت سلالات جديده قيمه هتنتخب منها افضل الموجود وتتزاوج مع النحل المصري ويتم التلاؤم في البيئه المصريه، ده هيعود على النحال بالانتاج بتاعه هيزيد، التضاؤل الربيعي او التضاؤل في النحل اللي بيحصل واحنا شايفينه قدام عينينا ده هينتهي. تمام؟ فاحنا محتاجين فعلا تحسين سلالات مصريه بالتعاون مع البحث العلمي او قسم بحوث النحل في مصر. وده زي ما حضرتك بتقول كده ممكن عمله فعلا في المركز الخاص بتربيه النحل في وزاره الزراعه في فتره كافيه تقول ان النحل ده مش هو اللي هيعمل التعفن اللي حضرتك اتكلمت عنه ولا الامراض دي. صحيح. يعني باختباره في هذا المعمل البحثي ممكن نصل لنتيجه ان هو قد يسبب هذا المرض او لا فنمنعه. هو احنا يعني الدوله منعته في فتره من الفترات، لكن بعد كده المربيين كانوا بيدخلوا الملكات بطرق غير شرعيه. فانتقل علينا الامراض بالفعل. فدلوقتي احنا بنعالج الامراض، لكن دلوقتي تحسين السلالات مطلوب جدا لان احنا الامراض موجوده. فاحنا تحسين السلالات هيضيف لنا الكثير في هذا القطاع. وربما يكون لما يكون في طريقه شرعيه للاستيراد نمنع الطريقه غير الشرعيه. هو بالفعل في طرق شرعيه كتير لاستيراد الملكات، منها ان قسم بحوث النحل او الوزاره بتجيبها وبتقعدها في الحجر البيطري او الحجر الزراعي حوالي 6 شهور، لكن طبعا ده مش مجدي بالنسبه للنحالين. 6 شهور بتكون كفاءه الملكه بدات تنتهي. فما بنستفدش منها. فاحنا عايزين دلوقتي البحث العلمي او الدوله تسمح لنا بتحسين السلالات، مش احنا كنحالين، احنا مش مهم عندنا ان احنا اللي نستورد، الدوله تستورد عن طريقها وتعمل لنا صفات جديده نغير بيها دم النحل المصري للهجن الجيده عاليه الانتاج. طيب فايده ده على المحاصيل الزراعيه المصريه ايه؟ طبعا النحل احد الملقحات الرئيسيه للنباتات الحقليه والنباتات البستانيه والاشجار البستانيه. ده بيزيد النحل لما بيلقح المحاصيل او المحاصيل البستانيه بيزيد من 7 لـ 10% من الانتاج الكلي، فده في النهايه بيساعد على 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 نمو الدخل القومي لمصر. يعني عندنا تلقيح النحل للمحاصيل بيزود بنسبه من 7 لـ 10% من الانتاج الكلي. هايل. طيب يعني كان الناس بتتكلم عن ان وجوده في المناطق المستصلحه حديثا ده برضه له اهميه، ايه اهميه ان احنا نعمل مشروعات زي دي في المناطق الجديده؟ هو في مشاريع كبيره جدا في مصر في المناطق المستصلحه حديثا بتحتوي على نحل العسل، وده احنا بنسميه كنحالين المسارات الجديده لنحل العسل. المسارات الجديده لنحل العسل اللي هي كالساحل الشمالي مثلا، منطقه العالمين، مناطق العميد، الوادي الجديد، سيوه، العريش، في اماكن كتير جدا مستصلحه حديثا تم ادخال النحل اليها لتلقيح النباتات الحقليه او المحاصيل الحقليه اللي بتتم في 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 المناطق دي. ده بيزيد الانتاج فيها بنسبه من 7 زي ما قلنا لحضرتك، من 7 لـ 10% بالظبط. بالنسبه بقى للاراضي التقليديه في الوادي والدلتا كنت حضرتك بتقول ان ما بقاش فيه مراعي كتير، يعني عايزه افهم النقطه دي ليه؟ ايه علاقه الدوره الزراعيه بالموضوع؟ الدوره الزراعيه قديما كانت مثلا بنقول ان احنا عندنا 1000 فدان من القطن. النحل بيرعى على نباتات معينه في مصر بيجني منها الرحيق، منها البرسيم، القطن المصري، النباتات البستانيه زي الحمضيات كلها او الموالح، البرتقان والليمون واللوزيات والكلام ده كله. تمام.
في الفترة الأخيرة لما اتلغت الدورة الزراعية أصبح ما فيش عندنا قطن. القطن ده كان عندنا كان محصول رئيسي اسمه عسل القطن، ما عادش عندنا. فلما اتلغت الدورة الزراعية وبالكثافة النحلية اللي موجودة، فأصبح في ندرة في الرحيق. يعني اللي كان عندنا مساحات قوية جدا الأول من المحاصيل المزروعة، والتزام الفلاح بالدورة الزراعية اللي كانت بتحددها له الدولة في المناطق معينة، كان النحل بيرعى على مساحات كبيرة جدا من النباتات المزهرة للرحيق والحبوب اللقاح. دلوقتي لما بنقول مثلا عندنا زراعات قطن بسيطة جدا مع كثافات نحلية عالية، فما فيش انتاج بالنسبة لنا بالنسبة للعسل. تراجع مساحات القطن، تراجع مساحات برضو تراجع في المراعي، ان النحل مش لاقي حاجة يعني ما عندناش نباتات زهرية ونباتات رحيقية بالكثافة اللي كانت موجودة قبل كده، أو بالكثافة اللي كانت موجودة وقت وجود الدورة الزراعية. عشان كده لما بنشتري دلوقتي عسل عادة بيكون عسل برسيم مكتوب عليه كده. عسل البرسيم هو اللي بيتزرع دلوقتي بكثافة، لأن الفلاحين طبعا عشان الثروة الحيوانية، فهو البرسيم بيتزرع بكثافة، فبيكون أكبر كمية عسل موجودة في السوق هو عسل البرسيم. صحيح، دي من الاشتراطات اللي المفروض تكتب على العلبة أو المنتج من العسل؟ المفروض إن هو بيكون مكتوب على المنتج النهائي اللي بيسوق، المنطقة الجغرافية لإنتاج العسل ونوع الزهر. بيفرق بقى من منطقة لمنطقة ومن زهر لزهر، يعني أفضل أنواع العسل نقدر نقول فيه نوع مفضل عن نوع، أو في قيمة الغذائية أو في الطعم؟ لا، كل أنواع العسل اللي موجودة في مصر متساوية، بالعكس. يعني عسل البرسيم فيه محتوى نيتروجيني عالي جدا، لأنه يحتوي على نسب كبيرة جدا من حبوب اللقاح، حبوب اللقاح اللي هي أحماض أمينية وفيتامينات. تمام؟ لكن عندنا مثلا زي عسل الحمضيات أو الموالح، ده عسل كويس جدا وفي نسبة الحبوب اللقاح عالية. عندنا عسل البرسيم. الاكتشافات الحديثة لمسارات النحالة المصرية بدأت تدخل عسل اسمه عسل الموز أو الأعسال الخريفية، عسل النبق المصري اللي هو بما يطلق عليه بره عسل السدر الجبلي، عسل البردقوش أو النباتات الطبية، عسل الأعشاب. تمام؟ كل دي أو نوعيات جديدة حديثا تلائمت معانا مع النحالة المصرية مع الأراضي المستصلحة حديثا. لو حابين نتكلم عن منتجات العسل، هو مش بس عسل، احنا بناخد ايه منتجات مفيدة من احنا العسل؟ عندنا خلية النحل بتنتج أكتر من منتج. أول منتج فيهم أو المنتج ذات الربحية العالية هو إنتاج النحل نفسه، أو إنتاج طرود النحل. طرود النحل للتصدير. النحال دلوقتي بيسعى لأن هو يقوي دخله من خلال أن هو بيبتكر دلوقتي في إنتاج النحل. فاحنا بنصدر حوالي 1,200,000 طرد سنويا لدول الخليج ودول افريقيا كنحل. ده اول منتج من المنتجات. المنتج الثانوي، المنتجات السنويه الاخرى، هي عسل النحل، حبوب اللقاح، صمغ النحل او البربوليس، سم النحل، بالاضافه الى غذاء الملكات. نتكلم عن كل منتج بقى من المنتجات. جميل. طبعا وفي منتج سابع اللي هو انتاج اليرقات، او انتاج اليرقات من الحضر. نتكلم مثلا عن انتاج طرود النحل. انتاج طرود النحل في الفترة الأخيرة، احنا مصر تعتبر من الدول الرائدة في تصدير طرود نحل العسل بين الدول العربية والإفريقية. ليه؟ لأن احنا في مصر عندنا تنوع مناخي جيد، عندنا المناخ بيساعد النحالين ان هم يربوا النحل طول السنة وينتجوا ملكات طول العام إلا في فترات محددة. عندنا بعض المناطق في وقت البرد دفى، فالنحالين بينتقلوا من الاماكن البارده او اللي ما فيهاش رحيق او ازهار الى المناطق المستصلحه حديثا زي المناطق الساحليه والمناطق الجنوبيه. ده بيدينا انتاج للطرد في شهر فبراير، الفتره اللي احنا فيها ديت، وده بيصدر الى معظم الدول العربيه. 1,200,000 طرد سنويا من منتج واحد بيدر على الدوله حوالي 500 مليون دولار، وده حاجة كويسة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري. فاحنا لو بصينا لمهنة تربية نحل العسل ودعمناها بالفعل، هتكون أحد ركائز الاقتصاد المصري. صحيح. بالنسبة للمنتج الثاني أو المنتجات السنوية اللي هو العسل، عندنا أكتر من نوع عسل موجود في مصر. النحال بعد ما بيخلص الطرد بتاعه بياخد النحل بتاعه ويبدأ ينشطه تنشيط قوي، ويطلع على المناطق اللي موجود فيها ظهور البرتقال، زي المناطق اللي هي موجودة عندنا في الشمال أو في الجنوب أو في أي مكان. الخلية بتنتج من 5 ل 10 كيلو في الموسم الواحد،
بالنسبة لعسل الحمضيات، وده عسل مرغوب جدا ومطلوب جدا جدا للتصدير. بعد كده عندنا عسل البرسيم اللي هو بيتمركز في شمال الدلتا أو في الدلتا عامة، في الغربية، في الدقهلية، في أماكن كتير جدا اللي بيزرع فيها البرسيم. وعندنا فترتين لإنتاج البرسيم، الفترة الأولى اللي هي بما يطلق عليه بين النحالين البرسيم البحري، وده بيكون في الدلتا، تمام؟ وده بيتم فرزه تقريبا في نهاية مايو وأول يونيو. الفترة الثانية بيكون برسيم المزروع في الصعيد بدأ يظهر، فبينتقل النحال من شمال الدلتا لصعيد مصر، وبياخد منه زهرة البرسيم في يوليو. كان في الفترة دي المفروض ان احنا في يوليو وفي اغسطس عندنا موسم القطن، اللي هي الدورة الزراعية اتلغت عليه، فما عادش عندنا دلوقتي انتاج من عسل القطن. فبيضطر النحال دلوقتي يعمل منتج اخر اسمه النحل المرزوم. ده بيصدر الى دول الخليج والسعودية والامارات واماكن كتير جدا. ان احنا بناخد النحل نعبيه في صندوق خاص عبارة عن كيلو وربع وزن من النحل مع ملكة ملقحة، وبيتم تصديره. النحل مع الملكة مع العسل؟ لا، نحل مع ملكة فقط. صندوق اسمه النحل المرزوم او الباكج بيس. ده غير طب ايه الفرق بينه وبين الطرود؟ الطرد ده عبارة عن 5 أقراص براويز شمعية محتوية على عسل وحبوب لقاح وحضنة والملكات، وملكة واحدة في كل طرد. لكن النحل المرزوم بعض الدول اللي احنا بنصدر إليها بتمنع دخول البراويز الشمعية خوفا من دخول الأمراض إليه. ده إجراء صحي أو إجراء وقائي للدولة نفسها، راجع للدولة نفسها. لكن طبعا احنا بيتم الكشف على النحل في المطار من الحجر البيطري، وبياخد موافقة صحية وموافقة بيطرية، بعد كده بيتم التصدير للدولة المراد إليها التصدير. جميل. المنتجات بقى عندنا حبوب اللقاح. حبوب اللقاح ديت مكان كان عندنا نبات الذرة، تمام، ما بينتجش منه النحل العسل. فمع ندرة المصادر بدأ النحال يتجه لإنتاج حبوب اللقاح من الذرة، علشان يدخل يقوي دخله ويقدر يتواصل مع المهنة. الخلية بتنتج من حبوب اللقاح من كيلو لثلاثة كيلو في الموسم الواحد. أصبح إن احنا أضفنا دلوقتي موسم جديد لمسار النحالة المصرية اللي هو إنتاج حبوب اللقاح، تمام؟ حبوب اللقاح دي بتستخدم كأحماض أمينية وفيتامينات وبتدخل بالفعل في بعض الأدوية اللي هي بتوصف للكبد أو خلافه. فعلا بنلاقي دلوقتي محلات براندات يعني اسماء. صحيح. مش بتبيع العسل بس، لكن بتبيع المنتجات، كل منتجات الخليه. ياتي بعد كده صمغ النحل او ما يسمى بالبوربوليس. استخدموه قدماء المصريين في تحنيط الموتى، تمام. البوربوليس هو اقوى مضاد حيوي على وجه الارض، تمام. في مستشفيات عالميه دلوقتي بتعالج مرضاها بمنتجات خليه النحل فقط، اللي هو صمغ النحل. صمغ النحل ده احد الركائز الاساسيه في الانتاج في بعض الدول، لكن في مصر احنا بدانا ننتج في البربوليس بس مش بكميات كبيره جدا. عندنا انتاج اخر او منتج اخر اللي هو سم النحل، اللي هي لدغه النحله نفسها. لكن النحال اتجه دلوقتي ان هو يستخلص اللدغه بدون ما النحله تموت، بالطرق الحديثه. عندنا اجهزه سم النحل بتستخلص سم النحل، ده برضو شركات الأدوية بتاخده من النحالين، تصنع بيه أدوية وكريمات ومستحضرات تجميل كبيرة جدا. ده بالنسبة لسم النحل. عندنا غذاء الملكات أو الرورال جيلي اللي الناس كلها عارفاه طبعا، هو حاجة 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 كومبلكس أو معقدة في تركيبها، ليه فوائد كتيرة جدا وعديدة جدا كغذاء ملكات. أصبح النحال دلوقتي بينتج كل المنتجات دي من الخلية الواحدة، بتعود عليه بالنفع وبتعود على الدولة والإنسان بالنفع. إنتاج الحاجات دي معقد ولا بسيط؟ كل على حسب قدرته. يعني في نحالين بتشتغل بالطرق التقليدية، تمام، فبيكون إنتاجه بسيط، وفي نحالين أخرى بتشتغل بالطرق الإنتاجية الحديثة فبيكون إنتاجه عالي جدا وحديث. هنا النحال، دور النحال هنا ان هو يوجه الطوائف بتاعته هو عايز ايه. احنا عندنا دلوقتي من النحل منتجات كتير جدا، انا عايز ايه في الموسم ده؟ عايز انتج طرود، بعد النحل بتاعي لانتاج الطرود. عايز انتج عسل، بسيب الطرود وابدا اعد النحل بتاعي لانتاج العسل. عايز انتج حبوب لقاح، ممكن ناخد في الخليه الواحده او في الموسم الواحد اكتر من نوع، مثلا زي انتاج العسل مع حبوب اللقاح، انتاج الطرد مع حبوب اللقاح، انتاج الطرد مع العسل. يعني ممكن نختار
نوعين من الانتاج نشتغل عليهم على المنحل الواحد. طيب علشان يعني واحد يقرر ان هو يمتهن مهنة النحال، تمام، ده ممكن اعتبره مشروع صغير، يعني يكلف قد ايه؟ هو مش موضوع بيكلف قد ايه قد ما يكون لازم يكون التدريب موجود، بس البداية كفلوس الاول، هنتكلم عن التدريب طبعا ده شيء مهم، تمام. لكن انا لو عاوز اعمل يعني مشروعي الخاص، هل هحتاج اخد قرض كبير؟ هل لازم يكون رأس مال كبير، ولا اقل رأس مال ممكن ابدأ بيه يكون قد ايه؟ من المتعارف عليه ان مشروع تربية نحل العسل مشروع بسيط، ما بيحتاجش جهد كبير وما بيحتاجش وقت طويل. ده بالنسبة للبدايات، يعني ممكن نخصص يوم الجمعة مثلا، لو انا موظف او لو انا شغال في عمل اخر ممكن اخصص يوم الجمعة لتربية نحل العسل، وهيشتغل معايا كويس جدا. انا ممكن ابدأ مشروعي ب 10,000 جنيه. يعني ممكن نبدأ مثلا ب 20 خلية نحل كسنة أولى، نبدأ ب 20 خلية نحل، 10,000 جنيه يكفونا، تمام. ويبدأ بعد كده في موضوع التدريب، يعني 20 خلية نحل دي حاجة كويسة وكافية لأن احنا نبدأ المشروع بتاعنا، لأنه بعد كده هيتكاثر عندنا النحل. التدريب بقى ده شيء مهم جدا، انه اي شخص يعني ما ينفعش يشتغل كده من باب للطاق نحال، فايه التدريب او البرنامج اللي لازم ان هو يحصل عليه علشان يقدر يتعامل مع النحل وينتج؟ عندنا في مصر جمعيات كتير جدا لتربيه نحل العسل، عندنا اتحاد النحالين العرب، عندنا قسم بحوث النحل، وقسم بحوث النحل بالمناسبه في مركز اسمه المركز الدولي للتدريب على اعمال النحال. ده بيكون كل ما يكون فريق من النحاله المبتدئه بيبدا يعدلهم دوره تدريبيه كامله على اعمال النحاله طوال فتره العام. اعمال النحاله اعمال بسيطه جدا في البدايه، الا اذا امتهن النحال المهنه واحترفها هيبدا بقى يخش في 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 مراحل اخرى. لكن كبدايه ممكن ياخد تدريب قد ايه؟ شهور يعني ولا ايام ولا؟ يعني 3 شهور كافيين جدا ان هو يتعلم مهنة تربية نحل العسل، لكن هو اكتر حد هيعلمه المهنة نفسها او التربية نفسها النحل نفسه. النحل هو اللي هيوجه النحال نفسه هو عايز ايه. ممكن الفلاح يمتهن هذه المهنة جنب فلاحته؟ وده هو اللي موجود حاليا. يعني معظم المشغلين في المجال ده هم مزارعين، معظمهم وده مزارعين. نشاط جانبي. ده نشاط جانبي زي ما قلت لحضرتك، لانه ما بيحتاجش مجهود كبير او وقت كبير، الا اذا امتهن واحترف المهنه فهيخصص كل الوقت ليه. وبالتالي هو اساسا بقى ممكن، طالما مش هنتكلم عن دوره زراعيه، طالما هو كده هيزرع ارضه بالحاجه اللي هو ممكن هيزرع يتقدم ارضه على النحل. هيزرع ارضه وهيبدا ياخد النحل بتاعه ويروح الاماكن اللي موجود فيها الرحيق. يعني هيبدا عمليه، هنرجع بقى لزمان قدماء المصريين اللي هم كانوا بيتجولوا في النيل علشان ياخدوا الزهور والمراعي الرحيقيه على 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 طول شط النيل. بيبدا النحال المصري دلوقتي بياخد النحل بتاعه في فترات المزهره من مكان لاخر علشان يتغلب على ندرة المراعي. طيب جودة العسل المصري إذا ما قورنت بالعسل في أنحاء العالم بتصنفها إزاي؟ رقم واحد. ده تحيز يعني عشان احنا مصريين مش وبنحب بلدنا طبعا، ولا دي حقيقة؟ لا دي حقيقة فعلا، لأن احنا مصر الدولة الوحيدة ما بين الدول العربية هي أكبر بلد مصدر للنحل والعسل في الدول العربية. في الدول العربية، تمام. وده طبعا عندنا ارقام كبيره جدا ممكن حضراتكم ترجعوا ليها للحجر البيطري من العسل. احنا بنورد لتونس، للمغرب، لليبيا، للبنان، للسعوديه، للامارات، كل ده بنورد له عسل. ما بيطلعش من مصري الا ما يكون اختبر واتحلل اكتر من مره. يعني ما بيسمحش بخروجه بره مصر الا ما يكون مطابق فعلا للمواصفه القياسيه الدوليه الكودكس. طب ايه الدول الاخرى غير الدول العربيه اللي بنصدر لها؟ هل في دول اخرى اجنبيه؟ بنصدر لماليزيا، لتركيا، وفي شركات بتصدر لامريكا ولاوروبا. ليه الناس في مصر هتقول لك ده عسل جبلي هجيبه لك من اليمن مثلا؟ هو ربنا يجعلها اليمن السعيد تاني يا رب يعني ان شاء الله. لكن في احيانا تقول لك انا جايب لك بقى العسل، هو ايه الاختلاف؟ بدايه لازم نتكلم على نوع العسل المصري قبل ما نتكلم على العسل الجبلي او بما يطلق عليه عسل السدر الجبلي. اللي بيفيد العسل اللي بيفيد الانسان هو ابن البيئه بتاعته وابن المنطقه بتاعته لارتباطه بحبوب اللقاح. يعني علشان اخد عسل يفيدني او يفيد جسمي لازم اخد عسل من المنطقه اللي انا عايش فيها. انا مصري، كمصري اشتري العسل المصري. لو انا سعودي اشتري العسل السعودي. ليه؟ لان من تركيبات العسل حبوب اللقاح، حبوب اللقاح دي مرتبطه ببيئه الشخص نفسه.
الأرقام المبالغة اللي احنا بنسمع عنها عن عسل السدر الجبلي أو الفوائد اللي موجودة فيه هي فقط عبارة عن ترويج إعلامي، فقط عبارة عن ترويج إعلامي، وإن هو من يد ليد ليد، فبالتالي بيوصل للمستهلك بأرقام كبيرة جدا، لكن هو في النهاية يخضع للتحاليل زي أي نوع عسل مصري يخضع للتحاليل، وليه نسب مواصفات قياسية لا تتعدى ال 5% سكروز، وعندنا الأعسال المصرية لا تتعدى ال 5%، الأعسال الجيدة لا تتعدى ال 5% سكروز، فبالتالي الاختلاف هو فقط في الزهرة. يعني الاختلاف ما بين العسل السدر الجبلي واختلاف العسل البرسيم هو اختلاف الزهرة، لكن المحتوى أو التركيب واحد. طيب ازاي المستهلك يتعرف على العسل المغشوش؟ يعني انا باخد عسل بيبقى شكله لطيف جدا ممكن في البيت يسكر، فده معناه ان هو مش مخلوط او كده ولا هو ده معلومه غلط 100%. اتفضل. معنى ان العسل يرمل او زي ما بنقول بالمثل الفلاحي يعمل زي السمنه البلدي كده يرمل، مش يسكر، يرمل، فدي صفه طبيعيه جدا في العسل، لان العسل ده كائن حي او في انزيم ده في فترات الشتاء او فترات البرد في درجه حراره تحت السبعه او السبعه بيبدا يعمل له عمليه ترمل لوجود حبوب اللقاح فيه. بس ده ما بيحصلش في البراندات الكبيره اللي هم، يعني عمري ما شفت مثلا عسل في البراندات دون ذكر اسماء حصل لها كده، لكن لما بتجيب العسل الخام من واحد عنده مشروع عسل في محاوله يعني كده. لانعاش السوق المحلي بصرف النظر عن البراندات بتلاقيه بيعمل كده. هنا تفرق الإمكانية في التسويق والإمكانية في تجهيز المنتج نفسه. نمنع إزاي العسل ما يرملش؟ إن هو بيتعرض لعملية التسخين أو البستر. الشركات الكبيرة طبعا أو البراندات الكبيرة اللي موجودة في مصر عندنا ما بنقولش إن هي غلط أو وحشة، لا بالعكس، هي بتستخدم العلم في إن هي تبستر العسل على درجة حرارة 40 أو أقل، تمام، وتبرده مفاجئ، فده بيأجل عملية الترمل بالنسبة للعسل. لكن الصفة دي أو الميزة دي مش موجودة عند كل النحالين في مصر، أو الإمكانية دي مش موجودة، لأنها بتحتاج تكاليف وبتحتاج يعني شيء من العلمية شوية. النحال عندنا بيكتفي بالإنتاج دون النظر لما بعد التسويق، لكن ترمل العسل او تكرمله مثلا ده صفه طبيعيه جدا في العسل. اي نحال هتلاقيه بيكتب لحضرتك على الليبل بتاعه كده العسل الطبيعي يتجمد شتاء لاعاده سيولته يوضع في حمام مائي ساخن. ليه يوضع في حمام مائي ساخن؟ هو بمجرد العسل ما يتحط في الحمام المائي الساخن هيرجع ليه الميزه النسبيه بتاعته، بس ما يتحطش في حمام مائي ساخن يزيد عن نسبه 40 درجه مئويه. طيب الوان العسل بتختلف، ده باختلاف الرحيق؟ باختلاف الزهره والمرعى. العسل الفاتح زي البرسيم محتوى النيتروجين بتاعه عالي جدا، عندنا العسل الغامق زي عسل البرداقوش او الاعشاب او زهره الموز، ده راجع للزهره نفسها، وكل ما كان العسل غامق فعلا كل ما كان نسبه الفيتامينات والاملاح المعدنيه فيه عاليه شويه. طيب اسعار العسل بقى يعني هي دلوقتي قد ايه وايه اللي بيأثر فيها؟ ارتفاع تكاليف الانتاج طبعا دلوقتي بقت حاجه غير محتمله بالنسبه للنحالين. طبعا في فهم خاطئ لدى المستهلك ان النحاله بتستخدم السكر للنحل. لابد ان النحال، مفيش نحال في مصر او في العالم اجمع ما بيستخدمش تغذيه السكر او البدائل التغذيه في تغذيه نحل. نقول مثلا وقت فترات نضوب الرحيق، تمام، او مفيش زهره في المراعي، بيلجا النحال ان هو ينشط النحل بتاعه او يديله التغذيه الكربوهيدراتيه اللي هي بتحتوى محتوى السكر، تمام. طيب لو ما اديناش النحل السكر في الفترات دي هيعمل ايه؟ هيعمل له عمليه موت، لان النحل اصلا ما بيجمعش العسل للانسان، هو بيجمع العسل بوفره في فترات الرحيق لتخزينه وقت الحاجه اليه، فاحنا خدنا منه العسل خلاص، فاحنا في وقت الحاجة إليه اللي هي فترات الشتاء أو فترات اللي مش موجود فيها الرحيق بيتم تغذيته بالبدائل. وعندنا نوعين من البدائل اللي هو السكر أو الكاندي. حلويات؟ لا مش الحلويات، الكاندي ده عبارة عن مواد بروتينية زي الخميرة مثلا أو الخميرة المقطولة النحالين عارفينها طبعا، مع سكر البودرة، مع الصويا منزوع الدسم بنسب معينة، بيتم مزجهم ببعض مع بعض الفيتامينات والأملاح المعدنية، بيتم مزجهم ببعض وبيقدمها النحال للنحل بتاعته بديل لحبوب اللقاح. ده علشان
يطول عمر النحلة ويبدأ في عملية النشور. ده إجراء طبيعي عند كل النحلين؟ دلوقتي بقى إجراء طبيعي مع ندرة المراعي. كان زمان ما بنعملش الكلام ده، كنا بنخزن أقراص حبوب اللقاح وقت من وفرتها، لأن احنا ما كناش بننتج قبل كده حبوب لقاح. لكن دلوقتي بقى عندنا احنا بناخد كل شيء النحل بيجيبه، فلازم نقدم له بديل ليه وقت الحاجة إليه. وده ما بيأثرش على جودة العسل المنتج من النحل ده؟ لا نهائيا طبعا، لان احنا في وقت المراعي مثلا حبوب اللقاح بنحط فترة معينة وبنسيب الباقي للنحل يدخله، ودي وقت الفرز حبوب اللقاح مع العسل بيتمزجوا ببعض وبيبدأ المحتوى النيتروجيني او محتوى العسل يكتمل تماما، مفيش مشكلة خالص. كان في وقت كان فعلا النحالين بيشتكوا لما كان ارتفاع اسعار السكر جدا، وكانوا بيقولوا لازم يحصلوا على سكر مدعوم. في الفترات دي احنا كان عندنا سكر مدعوم قبل كده، بس طبعا دلوقتي احنا يعني نتمنى طبعا الدعم تاني، لكن احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نسير الامر. في الفترات اللي فاتت لما السكر ارتفع، تلت الثروه النحليه في مصر اندثرت، علشان ما كانش النحالين عندها القوت الكافي ان هو يغذي النحل، ففي الفتره دي اندثر فعلا تلت الثروه النحليه في مصر. مع ارتفاع تكاليف الانتاج زي السكر والمستلزمات الاخرى، لان الاسعار ما زادتش بس في السكر، بالعكس زادت في المكون الاساسي للخشب، الخليه نفسها، الشمع، براويز الاساس، السكر، كل مقومات انتاج النحل العسل زادت، فبالتالي انعكس على المنتج نفسه اللي هو زياده سعره، اللي هو عاده يتراوح ما بين من ال 50 لل 100 جنيه. طيب شمع النحل دايما يعني الناس برضو تقول لو جبت النحل وعليه كده الشمع بتاعه وكلت الشمع، ده شيء جميل جدا ومفيد، يعني ندقق المعلومة. طبعا ده حاجة قوية جدا وكويسة جدا، ان النحال بيطلع البراويز المختومة من الشهد، هو ما يطلق عليه شهد العسل او شمع النحل، بيطلعها، وده برضو منتج من منتجات النحل. بدل ما بيطلع البرواز ويفرزه ويقشطه ويفرزه، بيطلعه ويبيعه للمستهلك خام، وده طبيا كويس جدا جدا جدا. هو استخدامات شمع النحل ايه؟ احنا ده كاستخدامات طبيه برضو كانوا بيستخدموه قدماء المصريين البروبوليس مع شمع النحل في التحنيط. شمع النحل بيدخل في مستحضرات كبيره جدا من الكريمات، مستحضرات التجميل، الكلام ده كله. شمع النحل له اثر طبي بالغ جدا على الجيوب الانفيه. طيب وزاره الزراعه بتحاول مع حضراتكم انها تطور من موضوع تربيه النحل ودفع منتجات النحل. كان في لقاء مع نائب وزير الزراعه من يومين، احنا كان عندنا اجتماع الاسبوع الماضي مع الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعه، مشكورا. هو بدأ يحيي الكنوز المنسية، أو الكنوز المنسية في مصر فعلا، منها قطاع تربية نحل العسل. هو وعدنا حضرته أن يكون في كارت ذكي للنحال المصري، هيعمل قاعدة بيانات كبيرة جدا للنحالين، هتضم قاعدة بيانات الوزارة، يعمل كارت ذكي للنحال زيه زي الحيازة الزراعية مثلا لأي فلاح. من خلال البرنامج ده أو المشروع ده هيتم هيكلة النحالة المصرية كلها ودعمها، لأن احنا عندنا قطاع عريض مش معروف لحد دلوقتي، أو مش مسيطر عليه، مش محيز، يعني ما عندناش بيانات دقيقة. الإحصاءات اللي عندنا مش دقيقة جدا لحد الآن. فالخطوة اللي خدها الدكتور صفوت الحداد هتكون خطوة قوية جدا وكبيرة جدا، بالإضافة إلى أنه وعدنا بمشروع هيطبق في صعيد مصر في الأقصر وأسوان، كزراعة نظيفة. يعني ممكن نخش ب 20,000 خلية نحل هيوزعهم على الفلاحين، ليهم ثلاث محاور. أول حاجة المحافظة على البيئة، لأن كل فلاح لما هيمتلك 10 خلايا نحل ما عادش هيستخدم المبيدات الكتير اللي كان بيستخدمها على عماله البطال، لأنه هيخاف على الـ على الـ على النحل اللي عنده، فهيساعد طبعا على بيئة نظيفة والحد من استخدام المبيدات. تاني حاجة التلقيح المحاصيل البستانية والمحاصيل الحقلية. تالت حاجة الإنتاج اللي هيطلع منه، هو وعدنا حضرته إنه يتم تجميعه ويعاد تصديره كأورجانيك. يعني في مساهمة فعلية حقيقية في الوزارة، بدأت بالفعل إن هي تبص لمهنة تربية نحل العسل أو قطاع تربية نحل العسل، وده شيء عظيم جدا جدا. معلش فكرة الأورجانيك دي بقى نتكلم عنها. يعني إيه؟ يعني منتجات أورجانيك إزاي؟ منتجات اورجانيك يعني غير داخل فيها الملوثات او الكيماويات.
وده طبعا مش هيتم بالطريقة المتعارف بها عالميا في مصر دلوقتي. ليه؟ لأن أنا عشان أنتج حاجة بيور أو أورجانيك 100% لازم أمنع الرش عن كل النباتات الحقلية القريبة من المنحل، وده صعب. لازم التسميد نفسه يكون عضوي، في حاجات كتير جدا تكون عضوية. لكن احنا العسل الطبيعي اللي هيطلع بعد الحد من استخدام المبيدات والتوجيه الفعلي والعلمي للكلام ده هيطلع عسل خالي من الكيماويات. يعني هي إجراءات بتسبق الإنتاج في الأرض الزراعية نفسها، إجراءات صارمة لكن احنا هنبدأها خطوة خطوة، وده جيد سواء بالنسبه للمحاصيل الزراعيه اللي هتكون طبعا يعني هي حليب وموسات، وبالتالي العسل هيكون افضل. كمان النحل اصلا مؤشر بيئي، يعني انتعاش النحل في منطقه معينه انتعاش كويس، فده مؤشر بيئي ان المنطقه دي منطقه خاليه من المبيدات. يا رب كده نشوف النحل مالي كل الاراضي الزراعيه. طيب برضو عايزه اتعرف على الادوات اللي بيستخدمها النحال، وايه ايه هي؟ النحال بداية قدماء المصريين كانوا بيستخدموا في النحالة البلدية أدوات غير اللي احنا بنستخدمها النهاردة. كانوا بيستخدموا الساهي، وكانوا بيستخدموا حاجات كتير مش موجودة النهاردة أو موجودة في بعض الأماكن اللي هي بتحافظ على النحل البلدي. لكن خلية لانجستروس أو بما يسمى النحالة الحديثة، عندنا قناع، القناع النحلي اللي هو بيلبسه النحال في وشه، الجوانتي وده مش كل الناس بتستخدمه، المدخن السموكرز اللي هو بيعمل عملية تهدئة للنحل وقت الكشف عليه، العتلة اللي هي سلاح النحال ان هو بيفصل بيها البراويز ما بينها وما بين بعض. ده في المجمل اللي مطلوب للنحال. طبعا مطلوب حاجات تانية زي الفراز اللي هو بيفرز فيه النحال العسل بتاعه، المناضج اللي بيخزن فيها العسل بتاعه. ازاي ما بيلبس جلوفز او جوانتي وما بيتقص؟ الجلوفز بيستخدمه النحال المبتدئ، لكن لما بيبقى في الفه ما بين النحال والنحل بيبدا لا يهتم بيه، لان النحله بتقرص. لما حضرتك تفرزي هرمون بتشمه النحله تبدا تحس بالخطر، فتبدا تلدغ او تحط السم بتاعها داخل جسم الانسان. فالنحال المبتدئ هو اللي بيلبسه، لكن لما بيحترف المهنة ما عادش بيلبسه، وأحيانا ما بيلبسش القناع نفسه. سبحان الله، يعني ثروة لابد من الالتفات إليها والاهتمام بيها طبعا، لأنه يعني أكيد ما ذكر في القرآن الكريم أكيد شيء مهم جدا ويستحق كل الاهتمام به. بشكر حضرتك معانا وإطلالتنا النهاردة على هذه الثروة النحلية اللي بتمتلكها مصر، وبنتمنى أنها تزيد في الفترة القادمة. شكرا أستاذ فتحي بحيري رئيس اتحاد النحل العرب، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم أعزائي المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من الحصاد. غدا إن شاء الله حلقة جديدة، إلى اللقاء. وبعدين يا عبد الهادي بإنك هتبيع أرض